السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كي دايره مع الصحه؟ جيت نوريكم ميه ديالي مسكينه مريضه. شوفوا يا واحد الذبحه في عنقها، شوفوا مسكينه مريضه، مسكينه بقات فيا القطيطه ديالي ميه. والفاس اللي كيسول على الاخت امينه اللي درت لها فيديو في لوبيتال، راه خرجات على خير وبخير والحمد لله والشكر لله. داروا لها تحاليل، قادوا لها السكر، راه خرجات الحمد لله على سلامتها. وجيت نشارك معكم ميه ديالي مريضه، دعيو معها حتى هي بالشفاء العاجل. هي مسكينه نعاسه، كتخلينيش نقيسها، غير نقيسها تنوض، ما بغيتش نقيسها. بغيت نوريكم غير الجرحه اللي فيها في عنقها، خرجات البانكو الغرس والجرحات مسكينه. ورا كندير لها الدواء، بغيت نديها للطبيب، قلت لواحد جارتي عندها جوج قطيطات، قالت لي لا راه غير جرحه صحيه، واش الا ما براتش غنديها للطبيب. امينه مشات ويا ناسها على بلاصتها، كتبغي امينه كانت ساكنه معايا، امينه الوجديه الله يذكرها بخير، كانت كتحماق عليها. غير هي خرجات وهي دخلت للبيت فين كانت ساكنه، كانت ساكنه معايا عندها تحاليل في واحد السبيطار حدايا، وجلست معايا حتى كملاتهم ومشات لدارها. هي كانت عزيزة عليها، كتنعس معاها. شو دابا ما شو الجرحة مسكينة اللي فيها، الله يا ربي بنين سي مسكينة ميا. اي ميا بنتي زوينة، بنتي بنتي زوينة، اي بنتي زوينة بنتي، شو كتلعب معايا. اي ميا ديالي، هيا ميا، هيا شوف الجرحة فيها. الجرحة ما خلاتنيش نقيسها كاع، سكينه كندير لا غيميتوزين صافا، راه بدات شويه مابقاش كتحكها، حيت كانت كتحكها ها هي بسات لها هنايا مسكينه، يبسات لها ميا. قولي السلام عليكم، قولوا بونجور صافا، عيدكم مبارك سعيد، عواشر مباركه، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا. شريتوا شي حولي ولا مازال؟ انا مشيت عند البزار ريزارفي، قال لك مازال حتى السيمانه الجايه. حنا عندنا كيديروا 300 دولار هنا في فرنسا، 60000 ريال حولي، او راه حتى في المغرب تقريبا كيف كيف. ايوا اللي قطع على شي حاجه يديرها الواحد، ما خصش يمشي اكثر من جهه، اكثر من جهدو لا، كل واحد يمشي على قد حاله. وكنشكر كاع الاخوان اللي كيجيو عندي، وكنتمنى منكم تشوفوا لي فيديو الكبير ماشي الصغير اللي فيه دقيقه، لا انا كنمشي عندكم كنشوف لكم فيديوهات كاملين اللي فيهم 10 دقائق، اللي فيه 8، اللي فيه انا كتجيو عندي تشوفوا لي الفيديو الاخر اللي فيه دقيقه دقيقه ماشي اكثر، لا شوفوا الفيديو اللي فيه 10 دقائق 8 دقائق، وتخليوا الاشهار يدوز. ما احسن من المصداقيه، حيت لي زور سبنتهم هذا يطلع تفوق الناموسيه هاك كتجبدات مسكينه ناس لقات راحتها. انا من عشاق الحيوانات، كنعطي الحمام ياكلو من البانكو كل صباح كيجيو عندي، وقطه ديما تمشي ليا قطه ولا سموت ولا حاجه كنجيب قطه، ولادي كيبغيوها حتى انا كنبغي الحيوانات. دير الخير واقيلا فيهم وتلقايه بنادم، والله ما تلقايه يا ربي تسمح ليا. كاين شي بنادم كديري فيه الخير ما كيستعرف كاع بيه، كيعترفش بيه، الحيوانات هاكي اعترفوا بيه. الشمس حرقاتنا، عندنا الشمس حرقت، انا وليت بحال الصحراويه. كندير غير الحامض، قالك الحامض كيصفي، ما نعرف الا تحرقت صحراويه نيشان. او من هذا المنبر كنقول تحياتي الاخت امينه سلاويه، مبروك تفعيل القنات، وكنشكر الاخت ليندا فرانس كابيل كابيل فرانس دايره، الا بغيتو تدخلوا عندها راه انسانه صديقه، كتهضر على القوانين ديال فرنسا وعلى اللي بغى يدير جروب فاميليال وعلى كابيل فرانس، راه غتلقاوها دايره تعليق في اخر فيديو عندي، كتهضر على القوانين ديال فرنسا قاريه هنا هي عارفه، دايره فيديوهات زوينين عاد حلات قناتها اللي بغى يشارك معاها. بغات دير معايا حفل البارح، قالت لي حل ليه، قلت لها ما قديتش، ما كيدخلوش عندي كاع الناس الحفل، ما بقيتش كندير الحفلات. مره واحده اللي حليت واحد فيها 10 دقائق ما دخل عندي حتى واحد،
ورديتو بحال الفيديو لحقتو 10 دقائق وحبست. انا كندخل عند الناس والناس ما كيجيوش، ما كاينش مصداقيه بزاف والو. هاد يوتيوب كنديرو زعما على العوين، تعاونيني ونعاونك تشوفي ليا نشوف لك، ولكن ما كاينش مصداقيه نهائيا قليل، ماشي كلشي. انا ما نشاركش حاجه. وكنشكر كاع الخوت اللي كيجيو عندي، الاخ نجيب الله يشافيه ويعافيه، الاخ عبد الله، كلشي كنشكرهم، كلشي راه الله يخطيهم، مكناسيه حياه، ويسمحوا لي الاسمي اللي كنساهم راه اسم باسم، الله يبارك فيهم. كلشي كيجي عندي كيطلع ليا تعاليق زوينين من داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكركم، التعاليق ديالكم زوينه بحالكم اللي كتخليو، والجيم كلشي ديالكم، غير الجيم عندي قلال، ما كديروا الجيم والو، كديروا ديزلايك حتى هي معليش، اللايك ما كايناش قليله، واش 100 واحد داخل عندك وعندك 40 تعليق، 40 لايك، اللايكات كاع ما كيداروش، راه حتى هما كيتحسبوا. شوف كتغسل كدوش مسكينه، 100 بيبي، هاي هاي بيبي ديالي، ابنتي برات ولات كتاكل، الحمد لله والشكر لله. شو عنقها مسكينة، شو جرحة فيها، خدت جرحة ديال دق في البانكو مع الغرس، ما عرف شي خشبة دخلت فيها ولا شي وردة جرحاتها، وبقات كتحك وكيسيل لها الدم، وعاد درت لها ميتوزين وهدا وكندير لها بونسمون باش ما تحكش، جبت لها واحد.